من آل بيت المصطفى شع الهدى، وبهم طريق الحق نورا عبدا. هم خير من عرف الخلائق أنهم خير البرية للإله تعبدا. فيهم من المختار بانت سنة، أقوالهم نور يضيء الفرقدا. عنهم روى التاريخ خير رواية، من بات يقرأها فيصبح مرشدا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخوتي أخواتي، وها نحن وإياكم في حوارية تاريخية نعيد قراءتها من جديد. اليوم سنكون مع الإمام الهادي صلوات ربي وسلامه عليه، وهو يحاور السيد عبد العظيم الحسني أعلى الله مقامه، عندما تقدم السيد الحسني إليه يسأله عن الدين. فلنشاهد أحبتي. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بك يا أبا القاسم عبد العظيم بن الحسني، أنت ولينا حقا. يا ابن رسول الله، إني أريد أن أعرض عليك ديني، فإن كان مرضيا ثبت عليه حتى ألقى الله عز وجل. هات يا أبا القاسم. إن الله تبارك وتعالى واحد، ليس كمثله شيء، خارج عن الحدين، حد الإبطال وحد التشبيه، وأنه ليس بجسم ولا صورة ولا عرض ولا جوهر، بل هو مجسم الأجسام ومصور الصور وخالق الأعراض والجواهر ورب كل شيء ومالكه وجاعله ومحدثه، وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله خاتم النبيين، فلا نبي بعده إلى يوم القيامة، وأن شريعته خاتمة الشرائع، فلا شريعة بعدها إلى يوم القيامة. وأقول أن الإمام والخليفة وولي الأمر بعده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم محمد بن علي، ثم جعفر بن محمد، ثم موسى بن جعفر، ثم علي بن موسى، ثم محمد بن علي، ثم أنت يا مولاي. ومن بعد الحسن ابني، فكيف للناس بالخلف من بعده؟ وكيف ذاك يا مولاي؟ لأنه لا يرى شخصه، ولا يحل ذكره باسمه حتى يخرج فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. إن وليهم ولي الله، وعدوهم عدو الله، وطاعتهم طاعة الله، ومعصيتهم معصية الله. إن المعراج حق، والمسألة في القبر حق، وإن الجنة حق، والنار حق، والصراط حق، والميزان حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. إن الفرائض الواجبة بعد الولاية الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يا أبا القاسم، هذا والله دين الله الذي ارتضاه لعباده، فاثبت عليه. ثبتك الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
مشاهدين الأكارم، بعد ما شاهدناه من مشهد وضح فيه الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام لنا ولكل الأجيال المعالم الحقيقية للدين، لابد لنا من إعادة النظر في عباداتنا وفي خلقنا الديني العام مع الله تبارك وتعالى وأهل البيت عليهم السلام ومع عباد الله. انتظرونا في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله. أرباب علم والحليم مريدهم، من زاغ عنهم في جهنم خلدا. ما إن تمسكتم بهم فلتعلموا أنتم بها الأعلون إن حل الردى. هم خير آيات وخير تلاوة، أبناء فاطمة وفيهم يقتدى. إذ لن تمس النار جسم محبهم، فاطمع إذا في حبهم وتزودا.